مسي عليكم الخير أعزائي المشاهدين. الأجواء الحالية أجواء باردة، وتصل درجات الحرارة حاليا في معظم المناطق ما بين 15 إلى 18 درجة مئوية، لكن درجات الحرارة المحسوسة نوعا ما أعلى من هذه المعدلات بحول درجتين إلى 3 درجات مئوية، خاصة على المناطق الساحلية وداخل البحر بفعل الارتفاع في نسب الرطوبة، وحاليا تصل إلى أكثر من 90% على هذه المناطق. حاليا أيضا هناك ضباب متشكل في معظم المناطق، وأدى إلى تراجع وتدني ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية في معظم المناطق، يصل إلى أقل من 2 كيلومتر. متوقع أن هذه الأجواء الضبابية راح تستمر معنا حتى نهار يوم الغد، لذلك مرتادين الطرق السريعة خارج المدينة حطوا بالكم أثناء القيادة في ظل هذه الأجواء، خاصة في الطرقات السريعة الشمالية في طريق العبدلي، وكذلك جنوبا في طريق الوفرة. أما بالنسبة للأجواء الحالية في مدينة الكويت، أجواء باردة، وتصل درجة الحرارة حاليا إلى 18 درجة مئوية، الرطوبة النسبية مثل ما ذكرنا مرتفعة إلى 95%، أما الرؤية الأفقية نوعا ما متراجعة إلى 4 كيلومتر. متوقع أن راح يكون هناك تراجع أكثر في مدى الرؤية الأفقية خلال الساعات القليلة القادمة، رياح حاليا شرقية سرعتها 3 كيلومتر في الساعة. أما بالنسبة للأجواء المتوقعة في منتصف هذه الليلة، استمرار في الأجواء الباردة، ومتوقع تتراوح درجات الحرارة بشكل عام ما بين 13 إلى 16 درجة مئوية في معظم المناطق البرية. الأجواء الضبابية راح تستمر معنا في منتصف هذه الليلة، لذلك تراجع وتدني مدى الرؤية الأفقية أيضا مستمر معنا في معظم المناطق، وقد يصل أعزائي المشاهدين إلى أقل من 1000 متر أحيانا في بعض المناطق. وبالنسبة لدرجات الحرارة مثل ما ذكرنا تتراوح ما بين 13 إلى 16 درجة مئوية، استمرار في الرياح الجنوبية الشرقية التي تتراوح سرعتها ما بين 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة. صباح يوم الغد، استمرار في الرياح الجنوبية الشرقية تتراوح سرعتها ما بين 12 إلى 38 كيلومتر في الساعة، ودرجات الحرارة المتوقعة قد تصل ما بين 12 إلى 14 درجة مئوية في معظم المناطق البرية، واستمرار أيضا في فرص تشكل الضباب في صباح يوم الغد، لذلك تراجع وتدني مدى الرؤية الأفقية أيضا مستمر معنا في صباح يوم الغد. أجواء أيضا راح تكون غائمة إلى غائمة جزئيا، وراح تبدي تتكاثر السحب تدريجيا في صباح يوم الغد، وأيضا في منتصف يوم الغد راح تستمر معنا الأجواء غائمة إلى غائمة جزئيا، وراح تبدي معنا فرص الأمطار بإذن الله مع نهاية نهار يوم الغد. راح تستمر معنا أيضا في فترة المساء خفيفة متفرقة على معظم المناطق، واستمرار في الهواء الكوس أيضا راح يكون خفيف إلى معتدل للسرعة 12 إلى 38 كيلومتر في الساعة. البحر خلال نهار يوم الغد راح يكون خفيف إلى معتدل الموج، يصل ارتفاع الموج في فترة النهار ما بين 2 إلى 5 أقدام. أما مساء متوقع أنه راح يكون هناك نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية، لذلك قد يصل ارتفاع الموج ما بين 2 إلى 6 أقدام، لكن بشكل عام ما ننصحكم ممارسة الأنشطة البحرية خلال هذه الليلة وأيضا حتى نهار يوم الغد، لأن هناك فرص لتشكل بعض الضباب الخفيف على معظم المناطق، واللي راح يؤدي إلى تراجع وتدني في مدى الرؤية الأفقية. المواقيت بإذن الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت، موعد أذان الفجر الساعة 5:30، أما شروق الشمس الساعة 6:44، وموعد أذان المغرب الساعة 5:10. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الأيام الخمسة المقبلة، أجواء بإذن الله راح تكون غائمة إلى غائمة جزئيا في صباح يوم الغد، من بعدها راح تبدي معنا فرص الأمطار خفيفة متفرقة على معظم المناطق، رياح جنوبية شرقية في نهار يوم الغد 12 إلى 38 كيلومتر في الساعة، أما مساء قد تصل ما بين 12 إلى 42 كيلومتر في الساعة. أجواء دافية خلال فترة النهار قد تصل العظمى إلى 21، أما الصغرى المتوقعة 13 درجة مئوية. الهواء الكوس راح يستمر في يوم الجمعة، مع أيضا استمرار في فرص الأمطار المتفرقة اللي قد تكون رعدية على بعض المناطق، العظمى 21 والصغرى 15 درجة مئوية. الهواء راح يبدي يتحول تدريجيا إلى رياح شمالية غربية، راح تكون ملحوظة أكثر في يوم السبت، ومعها راح تستمر معنا في صباح يوم السبت فرص الأمطار المتفرقة، لكن من بعدها ومع تحول الهواء إلى شمالي غربي راح تبدي تتراجع فرص الأمطار تدريجيا، وراح تبدي تتلاشى السحب تدريجيا. العظمى 19 والصغرى 11 درجة مئوية. الهواء الشمالي الغربي راح يستمر معنا في يوم الأحد 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة، مع عبور لبعض السحب العالية المتفرقة على بعض المناطق، العظمى 17 والصغرى 9 درجات مئوية. عودة للرياح الجنوبية الشرقية بإذن الله في يوم الأثنين، ومعها راح تبدي تتكاثر السحب تدريجيا، وقد تعود معنا بإذن الله فرص الأمطار المتفرقة في يوم الأثنين، راح نوافيكم في تفاصيل أكثر عنها خلال نشراتنا القادمة. العظمى 17 والصغرى 7 درجات
درجات مئوية. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي جولتنا الجوية، لكن نحب نرد ونأكد على تشكل الضباب على معظم المناطق، واللي أيضا أدى إلى تراجع وتدني في مدى الرؤية الأفقية خلال هذه الساعة، واللي قد يستمر معنا حتى صباح يوم الغد. لذلك نتمنى منكم التأني أثناء القيادة في ظل هذه الأجواء الضبابية، والالتزام بقواعد الأمن والسلامة المرورية في ظل القيادة في هذه الأجواء. تمنياتنا لكم بالسلامة دائما وأبدا. أما الآن أترككم مع هذه الجولة لدرجات الحرارة في بعض العواصم والمدن حول العالم.